بعض الناس يقع في الإثم العظيم من حيث لا يشعر، ترد إلينا وترد إلى كل من لديه هذه الوسائل، ترد إليه صور وأحياناً مقاطع عن تلك الجرائم التي يفعلها هؤلاء، إما برجال الأمن أو ما ينقله هؤلاء من تحركات تتحركها الدولة لعدو في الداخل أو لعدو في الخارج، وإذا بهم يصورون وينقلون، وهذا سيحاسب عليه كل من فعل هذا الفعل. لما؟ لأن قضية إظهار التحركات أو الأحداث إنما هذا خاضع للمصالح والمفاسد، والذي يعلم بالمصالح والمفاسد هم ولاة الأمر، إن رأوا المصلحة في الإظهار أظهروا. أما أن يصور هؤلاء وتكون الهمة فقط التصوير، وربما تصور أحياناً طريقة قتل هؤلاء المسلمين من هؤلاء الشرطة أو من رجال الأمن أو من غيرهم، وربما لو كان حياً ما رضي بهذا، فلا يجوز هذا الأمر. ولذلك قلت لكم وأقول لكم إن هذا يخضع للمصالح والمفاسد، حتى لأن بعضهم قد يقول إن هؤلاء الأعداء هم أعداء الدولة، هم الذين يصورون صوراً أو فيديو ثم هم الذين يرسلونها. نقول لا تكونوا عوناً لهم في ذلك، لا تكونوا عوناً لهم في ذلك. ما يأتيك في جوالك فلا تنشره، لا تنشره لا في وسائل التواصل ولا في غيرها. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني هو خير فينشر أم أنه شر فيكتب؟ ولذلك في الصحيحين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث كعب قال ما غزا غزوة إلا والرب، يعني هو صلى الله عليه وآله وسلم ما غزا غزوة إلا والرب. كيف؟ يعني لو أراد منطقة الشمال ذهب بجيشه من طريق الجنوب ليوهم العدو، وإذا به من طريق آخر يأتي إلى طريق جهة الشمال، لكن لما وجدت المصلحة في إظهار غزوة تبوك للصحابة لم يورّبها، وضح لهم. وهذا يدل على أن الأمر خاضع للمصالح والمفاسد من تحركات الدولة لصد عدوان في الداخل أو في الخارج، أو صور معينة تبث. انتبه، لا تصور ولا تنشر حتى لا تكون معول هدم. ولنتق الله عز وجل، فإنك ستحاسب من الجميع، ليس من ولاة الأمر فقط أمام الله، بل من جميع المسلمين، بل من كل مسلم. ليس من الضروري أن كل ما يأتيني في جوالي أنشره، ليست هناك مصلحة. حتى في أمور الدين يا أخي لا تنشر أي شيء، يعني كل ما أتاك نسخ ولصق وإرسال، ما الفائدة؟ ما الثمرة؟ انظر إلى المصلحة التي تعود عليك كشخص، والمصلحة العامة التي تعود على أفراد الأمة.